والشاعر يقول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله أو آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني حتى تلعق المر. طالب العلم الذي يريد أن يصير عالما من الإنترنت ولا يذهب يجلس عند العلماء ولا يحضر عند العلماء ويتكبر من الحلق ويسمي نفسه طالب علم، ربما سمي شيخ وهو لا يرى في حلق العلم، هذا لن يبلغ العلم ولن يبلغ المجد. وكما قالوا: من لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة.